أهلا وسهلا بكل مشاهدي برنامج موضوع مهم. النهاردة حابة أكلمكم عن عنوان تصدر المواقع العربية والعالمية في الفترة الأخيرة، وهو ليه انتشرت حالات الانفصال والطلاق في ظل انتشار وباء كورونا. بس خلونا قبل ما نبدأ موضوعنا نرحب بزميلتي أسماء. أهلا بيك يا أسماء. أهلا نورة وأهلا بالسادة المشاهدين. الموضوع مخيف مرعب بشكل غير عادي. حالات الطلاق زادت كتير قوي في وقت الكورونا، مش عارفة هو فيها شوية ظلم للرجالة والستات. معنى كده ان الرجالة والستات قاعدين مجبورين مع بعض بشكل غير عادي في البيت. هي المشكلة كمان يا أسماء ان انا لاقية ان الاعداد والاحصائيات صادمة، ومش بس في مصر ولا في الدول العربية، لا ده امتدت لكل دول العالم زي البرازيل والصين. الغريب بقى ان في الولايات المتحدة الأمريكية كان بعد العزل المنزلي بثلاث أسابيع بس بنلاقي ان معظم حالات الطلاق بتحصل في الوقت ده. يعني مجرد ما الراجل والست تواجهوا مع بعض في البيت حصلت حالات الطلاق وزادت، ودي مشكلة بكل المقاييس. دي مشكلة كبيرة. بمعنى كده ان في اسباب لده، اكيد في اسباب طبعا. الأسباب أكيد ممكن تكون بشكل كمان غير طبيعي، ان شكل العلاقة، الضغوطات النفسية اللي بيتعرض ليها ممكن الراجل والست في نفس الوقت، الضغوطات المالية، ده كله متهيألي بيأدي لمنطقة خصوصا الطلاق. لو الزوج والزوجة الاتنين بيشتغلوا فبيبقى الضغط النفسي من الطرفين أصلا يعني. بالظبط. وهتلاقي ان العلاقات نفسها ما خدتش اللي هو الشكل اللي احنا كنا فيه في الأول، وأنا متهيألي ان ده راجع لأسباب كبيرة قوي. ومن أول الأسباب دي ممكن نقول زي فكرة التمثيل في العلاقة. أكيد طبعا، فعلا زي ما قالوا زمايلنا في الفقرة اللي فاتت. وفي حاجة أنا بسمعها غريبة، يعني تلاقيها مبرر لكل أي مشكلة بتحصل ما بين الطرفين، وهو الملل. هو يقول لك أنا مليت وهي الملل. تقول أنا مليت. بالزبط. ودي أنا شايفة بصراحة إن أنت وأنت لا تملكوا رفاهية الاختيار. إحنا في ظل وباء عالمي مش هنيجي نقول دلوقتي إن إحنا ملينا من بعض، بس المصيبة هنا أكبر من كده بكتير، إن الاتنين اللي اتفقوا إن هم يبنوا بيتهم على المودة والرحمة فجأة بيفكروا يسيبوا بعض لمجرد مواجهتهم مع بعض في البيت. خليني برضه أقول لك إن في حلول لده، يعني ما هو أكيد زي ما بيبقى في مشكلة بيبقى ليها حلول. أكيد طبعا. الحلول زي ما أنت بتقولي كده الملل، أو فكرة الملل وفكرة الضغوط المالية أو النفسية أو كل ده، كل ده ليه حلول. زي فكرة إن إحنا مثلا ليه ما بنشاركش بعض في الاهتمامات نفسها، أقل الاهتمامات اللي أنا ممكن أبقى شايفاها بالنسبة لي. أنا ما أقدرش أتفرج على ماتش كورة، أنا ما أقدرش أشاركك في أحاديث جانبية على القهوة، ما أقدرش أشاركك في ده كله. طب ما ممكن نعمل تغيير. بالظبط. انت لو جوزك كروي يعني معلش اضغطي على نفسك وفرجي على ماتش الاهلي والزمالك معاه. لا لا بس حللي كمان التحيز برضو مش للرجاله بس، وممكن كمان مع الستات، ان انا كمان ليه ما اشاركهاش في اقل حاجتها، وممكن اشاركها في ان انا انزل معاها فعلا ينزل يعمل شوبينج معاها مثلا. وحتى يعني اللي انا مستغرباه له بقى اسماء حاجه غريبه جدا. كل الستات كانوا بيقولوا ان من قبل الكورونا يعني الراجل ما بيقعدش في البيت وعلى طول مش موجود. طب هو اول ما قعد حصلت المشاكل وابتدت الدنيا يعني تاخد مصادر. بصي نور، احنا هنا هنتطرق يعني هنتوسع بقى ليه، لانك لو تيجي تبص لها هتلاقي ان اكيد في سبب للموضوع ده كبير جدا، والسبب ده هيبقى من بدايه الجواز، من بدايه العلاقه، من بدايه العلاقه الشفافيه لو موجوده، لو احنا بنتعامل بتلقائيه بعفويه زايده في العلاقه ما كناش هنوصل للمكان ده، او مش هنوصل للمرحله دي. بالزبط. لان هنبقى رد الفعل هيبقى موجود، لما استنى كل شويه اعمل فعل ورد فعل ده هيخليني ما اوصلش بسرعه لمرحله الطلاق. هي فعلا زي ما بتقول اسماء الاسباب كتير جدا، واحنا لو هنتكلم عنها احنا هناخد حلقات. بالظبط. فخلينا بس نحط ايدينا على الحلول اللي ممكن ان احنا نعملها علشان نحد من المشاكل دي ومن اجراءات الطلاق اللي بقت ليل نهار. تمام. يعني مثلا يعني انت شايفه برضو من ضمن الحاجات اللي في الحلول ايه تاني اللي ممكن نقترحه في الحلول، غير ان هما ما نمثلش على بعض، نعيش علاقه يعني نهتم باصغر الحاجات مع بعض، نشارك بعض في اصغر الاكتيفيت النشاطات. انت شايفه ايه تاني ممكن من الحلول اللي نديها لهم تساعدهم على ده؟ في حاجه مهمه جدا حابه ان انا اقولها للمشاهدين. المعيار الحقيقي للطف هو ان انا احسن للطرف الثاني في عز زعله. يعني ننسى بقى العند والكرامه على جنب، ولما يكون في مشكله ابتدي ان انا اتكلم معاه واطبطب عليه. الشخص اللين فعلا مش اصطناعا هو اللي بيطبطب على قلب الطرف الثاني فعلا في ظل المشكله كده. مش بعدها. عايزه اقول لك ان القسوه هي أسوأ حاجه ممكن يحس بيها اي حد من الطرفين. من هنا خلينا بندوس على فكره الحنيه، اكسبي الراجل الحنين وما تكسبيش الراجل اللي هو بيبقى كل همه حاجات مظهريه. لا، خدي الحنيه لان هي دي اللي هتعيش معاكي. خدي الشخصيه حنيه القلب هي اللي بتخلي حاجات كتير تلين، او التفاهم
حاجتين في الراجل بيخلوا يعني هنعيش تحت سقف واحد مبسوطين، زي الحنيه والتفاهم. بس ايه رايك في دور الضحيه يا اسماء اللي كتير قوي من اي من الطرفين بقى؟ انا مش هتحيز لحد معين، هاجي على نفسي وتامر عاشور طب ليه يعني؟ ما هو ممكن ما نجيش على نفسنا وممكن نعيش علاقه بسيطه وعلاقه فيها موده ورحمه، بس ما فيش علاقه، خلينا برضو ما نقولش ان ما فيش علاقه على طول ما بيبقاش على طول فيها الفرح، في ده وفي ده. ولا خلينا إيه؟ نقول ان الجواز باكج كامل، مشاكل بالزبط. وحب وموده شركة. ورحمه، هي شركه فعلا بالظبط بين طرفين بالزبط. بس عشان نجدد بقى شكل العلاقه نكسر الروتين شويه، نروح لفكره ان احنا نبص بقى ايه. اما فاكره ما كان في كده اكسبريشن يقول لك بدايه حلاوه البدايات بالظبط. طب ما احنا لو رجعنا لحلاوه البدايات احنا فينا ان احنا نكمل، وفينا ان احنا كل ما هنلاقي نفسنا بنتشحن طاقه سلبيه نرجع بقى لحلاوه البدايات. امال انا خدته ليه واتجوزته ليه واخترته ليه؟ خلينا نبص للنظره دي ونحاول يعني الطرفين كل واحد يجي على نفسه علشان يمشي المركب، وخصوصا لو في اولاد، لان الاولاد هم اكتر ناس بيكونوا مضرورين من فكره الطلاق. ونحاول نبعد عن فكره الطلاق. دلوقتي بقت معمول لها زي بروباجندا على السوشيال ميديا، كل الناس بقت واخداها كانها موضه، تقليعه جديده، الكل ماشي وراها. ولا انت ايه رايك اسماء؟ يعني زي مثلا خلينا نقول برضو من ضمن الحلول الحلوه قوي ان لما نلاقي نفسنا خلاص وصلنا لمنطقه مش حلوه في العلاقه، او وصلنا لياس، احباط، فشل، ما فيهاش حاجه خالص، لو احنا الاثنين لجأنا لمعالج نفسي بالظبط. المعالج ده هيساعدنا ان احنا نجدد شكل العلاقه، او ان احنا حتى نتكلم مع بعض. يعني احنا لو قعدنا شاركنا بعض في عيوبنا ومشاكلنا واتكلمنا بشكل صريح مع بعض، يعني انا عايزه اقول لكم معظم العلاقات في بداية قبل الجواز بيكون فيها كلام كتير جدا ومشاركة، بقى مش هقولك اهتمامات وبس، لا اهتمامات ومشاكل وعيوب وكل حاجة. طب ليه ما نكررش ده بعد الجواز؟ بالعكس بيكون في شفافية أكتر بعد الجواز، لأن انتوا خلاص عرفتوا بعض. وانت من هنا يا نورة كمان عايزة تقولي فكرة النشر أو نشر الوعي الثقافي للجواز بالزبط. نشر الوعي الثقافي للإيجابيات الجواز، لأن احنا فعلا بقينا على السوشيال ميديا دلوقتي بتلاقي السلبيات تخلي كل بنت قبل ما تروح لمنطقة الجواز تقولك لا 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 خليني أنا كده عافية ذوق هفضل عايشة لوحدي. فما نلجأش لكده، يعني نلجأ أحسن لنشر الثقافة اللي فيها إيجابيات أكتر. وحتى المتجوزة مجرد ما بتشوف على الانستجرام أي واحدة اتطلقت ابتدت إنها تحلو أو كده، فبيبدأوا بقى يمشوا ورا التقليع على الجديده بالزبط. دي ويكرروا نفس الموضوع. موضوع ان الست بتحلو بعد الطلاق دي برضو عايزه اتكلم فيها. هي الفكره كلها ان الراجل هو الست هي مرايه لتصرفات الراجل، فهي احلوت بعد الجواز علشان الضغط النفسي او العبء اللي كان عليها راح، فهو هي مجرد رد فعل. ويمكن برضو علشان الصور دايما مصدرالنا فكره ان هو بعد الطلاق اللي بيحصل حلاوتها، وهي بقى بدات تنضج وبدات تبان وبدات تحلو. على فكره في ستات كتير وفي امثال كتير بتبقى عايشه متجوزه وسعيده وشها منور، بس زي ما قلنا نرجع لحته التفاهم والحنيه. تمام. في نقطه مهمه جدا برضو حابه ان انا اتكلم فيها، ان احنا لازم ندي اماره لبعض اننا شاريين بعض. اصل الموضوع عامل زي كوبايه الشاي اللي اتحط عليها معلقه سكر ومن غير تقليب. فين التقليب؟ فين المجهود اللي انت بتبذله علشان تكمل الصوره؟ العمر الافتراضي لاي علاقه بيكون مرهون بشويه المجهود اللي بتبذله عشانها. ملخص كلامي، حاول وحاولي مرة واثنين وألف لحد ما تنجحوا العلاقة، لحد ما تمشوا المركب. بس نفرض ان احنا عملنا كل محاولاتنا، استنزفنا كل المحاولات وبرضو فشلنا، فإذا لا يوجد وفاق فلا مانع من الفراق. وصح، وزي ما زميلتي نور قالت كده بالظبط، احنا ما نختارش الطلاق ان هو حل سهل، مش لازم نستسهله. في نفس الوقت عايزين نبص للإيجابيات، عايزين ننشر طاقة إيجابية أكتر، عايزين مش عايزين نبقى في أول العلاقة بنقول ربنا يخليك لقلبي وفي آخر العلاقة ننهيها بجابه سيرته، يعني ملهاش لازمة. خلينا نبص للشكل الحلو اللي في العلاقة اللي يخلينا نبقى عايزين العلاقة دي على طول، مش عايزينها لفترة محددة. ومن هنا هنقول يعني هنتطرق في حلقات قادمة أكتر لمواضيع أكتر، وانتظرونا في حلقة قادمة في نفس الميعاد في برنامج موضوع مهم.